بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده ان شاء الله، النهارده حبايبي زي ما انتم شايفين، النهارده هعمل معاكم ان شاء الله اكله حلوه جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي وسريعه قوي في التحضير. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، فراخ بالبابريكا، تحفه جدا جدا ما شاء الله. طريقه جديده وسهله وبسيطه جدا جدا، وكمان طريقه تحضيرها وتجهيزها سهله قوي. يلا يا حبايبي مع بعض نشوف. ما عملت معاها طبعا رز بسماتك زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله الطريقة سهلة جدا جدا، وكمان لذيذة في الحر، يعني ما توقفكيش كتير في المطبخ وكده. يلا بينا يا حبايبي نشوف الطريقة. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ما شاء الله الفراخ مستوية كويس جدا جدا، وما شاء الله اللهم بارك، كمان كان طعمها لذيذ جدا جدا. يلا يا حبايبي مع بعض نشوف الطريقة مع بعض، ونشوف الجمال دوت انا عملته ازاي، ومقاديرها، مقادير الوصفة سهلة جدا. وده طبعا الصوص اللي نازل من الفراخ، هي فراخ تعتبر كده مشوية، صينية كده مشوية جميلة جدا، حلوة قوي قوي، ان شاء الله تعجبكم. يلا يا حبايبي نشوف الطريقة والمقادير. معايا حبايبي ما شاء الله بصلايه كبيره، وفي 3 فصوص توم وطماطمايه، وكوبايه ميه، قطعتهم كده احطهم في الخلاط، وحطيت معاهم 4 أو 5 فصوص حبهان، ده طبعا اساسي في الوصفه الحبهان. ضربتهم كويس جدا في الخلاط، وحطيتهم في البوله زي ما انتم شايفين كده حبايبي، حطيت عليهم ملح وفلفل اسود، ومعلقه توم باودر، معلقه عصير ليمون، تمام، وحطيت معلقه كبيره من البابريكا. ما شاء الله اللهم بارك، الخلطه دي كانت ريحتها تحفه بجد، كانت ريحتها جميله جدا جدا، وكمان طعمها في الفراخ لذيذ جدا جدا. هقلبها بقى كويس قوي مع بعضها كده، هحط بقى نص كوبايه زيت، دي طبعا تاني مكون في الوصفه او في الخلطه، جميل جدا بعد الحبهان، يعني دي الحبهان الخطوه الاولى، والزيت الخطوه الثانيه. قطعت هنا بصل وثوم وبطاطس، بصل وبطاطس وفلفل وطماطم زي ما انتم شايفين كده، دعكتهم بملح وفلفل، ويعني بهرتهم كده بالملح والفلفل، والفراخ بتاعتي مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا بقى الشوايه الستيل كده، افضلها مكان في الصينيه بتاعتي دي زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها في وسط الخضار كده، وهرص عليها القطع الفراخ بتاعتي بعد ما شبعتها كويس جدا من التتبيله، بالتتبيله البابريكا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه دوت. ما شاء الله اللهم بارك، بجد عايزه اقول لكم ريحتها كانت رائعه بجد، يعني جميله جدا جدا جدا. ان شاء الله يا حبايبي البنات اللي بيحبوا دايما الطرق الفراخ المختلفه اللي انا بعملها هيحبوا الطريقه دي كويس قوي. دخلتها الفرن يا حبايبي، كان طبعا مسخناها درجة حرارة 200، وحطوها بقى في الفرن حوالي، اخدتش بالظبط ساعة الا ربع. هنا بقى هعمل الرز، طبعا بحط زيت، انا عملت معاكم الرز المشويات قبل كده، الرز بقى هعمله النهاردة برضو بطريقة تانية، لما تكوني هتعمليه جنب الفراخ او كده. الطريقة دي برضو سهلة وبسيطة، ويعني ما بتاخدش وقت ابدا في التجهيز. حطيت معلقه سمنه، معلقه زبده، ومعلقه زيت، وبصلايه. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هقلب بقى البصله كويس جدا جدا في الماده الدهنيه زي ما انتم شايفين كده، وطبعا هسيبه بقى لما اديله اللون اللي انتم شايفينه دوت. بعد كده هحط معلقه كاري، وزي ما انتم شايفين كده حبايبي، طبعا بحط معلقه كاري كويسه، يعني معلقه كده حلوه كبيره، ومعلقه كركم زي ما انتم شايفين كده، وهقلبه كويس جدا مع البصلايه، هديها لون كده.
دي طبعا طريقة مختلفة عن الرز اللي عملته معاكم، رز المشويات زي ما انتم شايفين كده حبايبي. الطريقة دي بسيطة وكمان طعمها لذيذ قوي. هحط بقى معلقة فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، وطبعا هحط معلقة معجون طماطم، وهقلب المكونات بتاعتي بالشكل ده. وبعد كده حبايبي هزود بقى كوباية مية، يعني دوت كان نص كيلو رز، حطيت على كل كوباية رز كوبايتين مية. وانا كنت نقعت طبعا قبلها بربع ساعة، وحطيت هنا معلقة ملح، معلقة كبيرة كده من الملح، ومعلقة سكر. وهنا هنزل بالرز بقى يا حبيبي بعد ما المية بتاعت الرز تغلي، هنزل بقى بالرز زي ما انتم شايفين كده. انا هنا كنت بقول لكم انا بظبط كوباية الرز من الرز البسمتي عليها كوبايتين مية، ولو الرز المصري كوباية مية عليها كوباية رز عليها كوباية مية. تمام، هنا خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك. الرز بتاعي هنا يعني التشريبة بتاعت الرز مظبوطة جدا معايا. انا قلت لكم الكلام ده في فيديو قبل كده وانا بعمل رز المشويات، فما شاء الله اللهم بارك. الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده جميل جدا جدا جدا، طريقة سهلة وبسيطة قوي قوي قوي، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت. خلاص يا حبايبي كده، ما شاء الله الرز بتاعي ما شاء الله استوى كويس جدا، والفراخ بتاعتي كمان استوت كويس جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، أكلة سهلة جدا جدا وبسيطة، وما أخدتش مننا وقت خالص زي ما انتم شايفين كده. جربوها وان شاء الله يا حبيبي هتعجبكم قوي. يا ريت يا حبايبي بقى ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس الفيديو تشيروه لاصحابكم عشان يستفادوا من الوصفة بتاعتي. ما شاء الله عايزة اقول لكم الصوص اللي في الصينية دوت، طبعا ده صوص البابريكا، مفيش فيها طبعا صينية الفراخ بتاعتي مفيش فيها اي دهون نهائي، والجمال اللي انتم شايفينه ده ما شاء الله اللهم بارك من الفراخ. ما تنسونوش بقى يا حبايبي من اللايك للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. بحبكم جدا جدا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي على خير ان شاء الله، في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله.